monsieur Mustapha. Vous excuserez si j'avais écorché votre nom. Merci beaucoup. مصطفى بن جن المدير من السياحه بجده المتوسطه تظاهره في فلكيه محضه كانت هنا قطاع ديال النقل الجوي والقطاع السياحي كتعرفوا ان هناك تقاطع ما بين السياحه والنقل الجوي العلماء كتسري يعني كتعطينا تحديات جديده هناك منافسه قويه من شركه الطيران المدني هناك كذلك منافسه في بلوره السياسات القطاعيه من اجل استقطاب عدد كبير من السياح وبالتالي كان لزاما يمشي يكون هذا السنه الجيم هو كيطر في اطار الاهداف المشتركه في اطار الاتحاد الافريقي للاهداف ديال 2063 من النقاط اللي غتداول هذا التطور هو كيفية بلورة سياسة موحدة بالنسبة للقارة الإفريقية في مجال الطيران المدني وفي المجال السياحي من أجل تفوق كبير بالنسبة للوجهات السياحية الإفريقية. عدد كبير من الورشات غيكون عارفين هذا التطور اللي كتشمل السلامة الطيران المنافسه كذلك كيفاش يمكننا نرجعوا من هذه الشركات الطيران المدني المنافسه وكذلك كيفاش يمكننا نرفعوا من قيمه الخدمات اللي في البلاد طبعا تحال في اطار هذا العلماء هذا الكبير من الانفراستركتور سيرتو ايروبورتيور غيعرفوا اقتضاد وبالتالي كنقلبوا على الامكانيات من اجل توسعتها وايجاد يعني دي لاغوبور جدادين باش يدينا الجو ونكونوا عندنا يعني لا السياح الوطني ولا السياح. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيي الكاتب العام لجمعية مفتاح السلام الدولية للأمية والتضامن. هذا الإطار اللي اليوم حنا فيه كان تيتعلق بندوة دولية حول السياحة والطيران المدني من تنظيم المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الافريقي وتحت يعني إشراف وبتنسيق مع جمعية مفتاح السلام الدولية اللي هي عضو في كوسوك. الهدف من هذه التظاهره اللي كتجي كاول تظاهره بعد العوده الميمونه للمملكه المغربيه لاحضان الاتحاد الافريقي اول ندوه تنظم تحت اشراف الكوسوك. هذه الندوه كيحضروها خبراء واساتذه يعني ومديري جامعات ومؤسسات تعليميه وكذلك اصحاب مقاولات اللي عندهم علاقه بموضوع السياحه والطيران المدني. وكنتوخاو من هاد يعني الندوه ان الدول الافريقيه المشاركه معنا انها تنفتح على التجارب بعضها البعض وكذلك الترويج لرؤيه 2020 بالنسبه ل يعني المملكه المغربيه بخصوص يعني المخطط الاستراتيجي للسياحه. كذلك كتدخل في عمل اجنده يعني المجلس الاقتصادي الاجتماعي 2063 الافريقي اللي ان شاء الله غادي تكون هذه بدايه لخلق هذه المحطه ديال التربيضه غتكون بدايه لخلق المنظمه الافريقيه للسياحه والطيران المدني. ان شاء الله نتمنى يعني من خلال هذا اللقاء انه يتم يعني التعريف بالمؤهلات يعني السياحيه والاقتصاديه وكذلك الموروث الثقافي لكل البلدان المكونه للاتحاد الافريقي ومن ضمنها المملكه المغربيه حتى يمكن ان تستفيد القاره الافريقيه عموما من السوق يعني العالمي للسياحة وكذلك يمكننا كمغاربة أن نروج يعني للمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس مصطفى. شكرا. In respect of this project, of course, I'm here regarding this UPNC SAT symposium on African air transport and tourism. So tourism, of course, is something that you have to always talk about when you think of Africa. Africa is our home, Africa is our country, and we are so rich in culture. We need to see how we can
build synergy, create job opportunities among the young people, the women, the children, you know, to actually be able to enjoy the good things that we have as a continent, and not our young people or our children going outside and not knowing about the culture. They need to grow up and understand the beauty of what we have. في المطر والمجرسين متعدد من المصالحات في الفضل ديناله التبرع الأولى للمجال السياحة والحيارة المدني في القارة الأفريقية كتشي أولا في إطار الاهتمام ديالنا أولا تتعمق بجميع التلاوي اللي داخل الأسد الاتحاد الأفريقي. ثانيا يعني الموضوع هو في غاية الأهمية نظرا للإكراهات اللي كيواجهوها المواطنات والمواطنين الأفارقة في التنقل يعني داخل أفريقيا أو من أفريقيا إلى أوروبا أو من أفريقيا إلى باقي القارات، إشكال حقيقي يعني يعرض التنقل، وهذا الإشكال ديال النقل والتنقل هو مرتبط أساسا يعني بالسياحة والتنمية ديال المجال السياحي اللي كطرح عليه القارة الأفريقية، لأن القارة هي اليوم في طور النمو، يعني في التنمية وكاين هي في طور النمو، واليوم يعني من خلال هذا الملتقى هذا اللي كيجمع خبراء فاعلين في مجال الطيران وكذلك في مجال يعني السياحة، يعني يمكن نعتبروا حنا داخل يعني رئاسة الاتحاد الأفريقي منظمة النقل واللوجستيك يعني حلقة أخرى من الحلقات اللي يمكننا نعتمد بها في تنزيل مخرجات يعني المؤتمر التأسيسي اللي كنتصور اليوم، وكذلك يمكن ليه يعني انعكس التنمية ديال السياحة أو الوجهة السياحية المقبلة ديال يعني السياح أولا المغاربة وكذلك الأوروبيين عبر منصة المغرب، لأن اليوم المغرب يعتبر هو المنصة أو الحلقة اللي كتربط بين أوروبا وأفريقيا وكذلك بين أوروبا وأفريقيا وباقي دول العالم خصوصا دول أمريكا اللاتينية. خالد بودالي رئيس مدرسة اللوجستية والاجتماعية والأفريقية، شكرا قيادة الاتحاد خاصة على تعييني كرئيس للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي للمملكه العربيه، وهذا اعتبره تكليفا اكثر من المجرم، وصحيح ان العمل الجديد مع مجموعه فتح الابواب للمجتمعات المجتمع المدني المغربي امام خارج هذا المناسبة هذه الوجهات بناء المقاطع انتخبها في أوائل السنة لتنظيم المبلغ الدولي حول السياحة والتنقل، لأن كما يعلم الجميع المغرب اكتسب خبرة كبيرة جدا ووصل إلى المبتغى قبل الأول، وكان هذا يدل على ما يدل على الجهودات ديال وزارة السياحة والقطاع الخاص العمومي اللي كيشرفوا على السياحة والطيران المدني. شكرا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.